إلى أي مدى يتحمل المزاج السياسي العام لدى الناخب مسؤولية هذه الإفرازات ومسؤولية هذه الصورة وهذه الخلاصات؟ يعني الناخب أو القاعدة الناخبة في لبنان عبرت عن اعتراضها في أكثر من مناسبة، ولكنها حتى اليوم ربما لا أقول أخفقت، هنالك اليوم تنظيمات للمجتمع المدني تمكنت من أن تتوحد، ولكن أعتقد أنها كان يجب أن تتوحد وأن تثبت عن وجودها لحظة إقرار القانون الانتخاب. حينما أقر قانون الانتخاب بدأ الكثير يعني تجاوبوا معه لأنه أدخل مبدأ النسبية، ولكن وأنا كنت من المتحمسين لهذا القانون، ولكن على ضوء التجربة أصبح اليوم واضحا جليا أن هذا القانون لا يمت إلى النسبية بشيء، هنالك نسبية صورية لأنهم أتوا بالصوت التفضيلي الذي اليوم يتم المناورة اللجوء إليه واللعب على من قاعدة خلاله. مذهبية، وهذا القانون قد يعني زاد من المذهبية. وتأتي هذه الانتخابات، هنا لابد من التذكير بشيء، سريعا دكتور تأتي سامي، هذه تكرمت. الانتخابات على خلفية توتر مذهبي ما بين الطوائف، ما بين المسلمين، ما بين المسلمين والمسيحيين، واليوم هذه الانتخابات هي تعبير مذهبي طائفي بالدرجة الأولى.